يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يؤدي النوافل في مكان منعزل حتى يبتعد عن الرياء، ولكن إذا شاهده أحد يفرح بتلك المشاهدة، فهل هذا الفرح نوع من الرياء؟ نوع من الرياء. عليه أن يرجع إلى الإخلاص. الإنسان بشر يعرض له الأشياء هذه، فإذا عرض له شيء يرجع إلى الإخلاص، نعم، ويترك محبة ظهوره أمام الناس. نعم.